أهلا وسهلا، أهلا وسهلا والسلام عليكم. مثل كل يوم أخبارنا كثيرة، ولكن أكبر خبر لما بيجي من الصغار، الصغار يلي عندهم وجع، الصغار يلي بيقولوا للكبار أي متى بدهم يوعوا هالكبار ويهتموا بالصغار. اليوم إذا كنتوا عم تسمعوا أخبار الصغار اللي موجودة على القنوات الورد لينك، بتشوفوا الصغار شو عم بيعملوا بأمريكا. عم بيقولوا له أمريكا ويك أب ويك أب ويك أب، إن شاء الله تصحى. ما فينا نصحى بدون صحة وصحوة. عم بيطالبوا تجار الأمريكان كلهم نو شجر نو هاني، كله كذب. أقولكم رح تتحقق هالأمنية، لأنه أمريكا دايما السباقة، مثل ما بيعمل الأشقر لعيونه خضر ومدري شو، هوديك الغرب منلحقهم. نحنا صرنا مكبلة نفايات الشرق والغرب، ولكن هلأ بالصحوة العالمية رح الإنسان يقول لكل إنسان ما حدا منا وعي، كلنا وعي، كلنا منعرف نجينا من الأبيضين. أنا بتذكر بوقتي من حوالي 70 سنة ما كان في سكر عنا، بعدين صاروا يحكوا ملكة إنجلترا سكر أبيض وهيك مربع، صار بس يجي واحد عنا هيك ما إلو قيمة يعملوا له قهوة بدبس، واللي إلو قيمة يحطوا له سكر. وهيك إجا السكر لعند الزواج. بتعرفوا القصة لما راحوا ستات الزواج لعند حكيم السكري، لقيوا وحدة شرشوحة متلي قاعدة، قالوا لها أنت شو بكي؟ قالت لهم معي سكري. قالت لها شو تشرشح هالمرض؟ لأنه كان مرض الأغنية. اليوم حتى أطفالنا غني وفقير بكل العالم صرنا مرضى من السكر. طبعا بدنا حلا، حبة التمر بدنا حلا، بدي إياك إلها، أنت الحلا وإنت وأنا وكل واحد منا، يا حلا يا غلا. دايما الإنسان لازم يعرف إنه الحلاوة مش بالطعم على اللسان ولا بالطعم لها الإنسان، بصحوة الإنسان. اليوم الأولاد بأمريكا حول العالم مثل ما عم تسمعوا هون اليوم، هيدا بيخزق ورقة وهيدا بيعمل، كلنا هوني منخزق هالورق عن الحيطان ومنقول الإعلانات صارت مقبرة للإنسان. بدنا كل التجار بالأمة العربية اليوم تعرف تجيب المأكولات الصحية السليمة، وكلنا منقول لكل وسائل الإعلام أولا هالوسيلة أنا بخدمتكم، يكون عندنا محل مثل ما في بكل العالم الغربي والشرق، يكون عندنا محلات عم بتبيع أكل مش أوراق مش بترول مش كيماوي. فينا نعمل كتير حلا من العسل الطبيعي، من التمر، من دبس الخروب، من دبس العنب، من دبس التمر، من الفاكهة المجففة. ونحن ليش بدنا حلا؟ لأنه ناقص الحلويات بالأكل، منزيد شوية جزر، منحط نتفة قرع، الله وصى بالقرع وهالمأكولات الطيبة زرع للإنسان. عنا القصب السكة، عنا الفاكهة بموسمة، ناكل قمح، حلاوة القمح كومبلكس شوجر، يعني السكر اللي بيضاين 3 ساعات بجسمي، بينما السكر يلي سيمبل شوجر الأبيض والسكروز فريكتوز جلوكوز حكيناها أكثر من مرة، بلحظة الجسم بيفرز أنسولين، بيقول وين السكر؟ قال له إيه حطيناهم على لساننا بلحظة وأكلناهم، منا بحاجة إلك يا كبد، بصير الكبد يفرز بعدين بيتعب وبعدين بصير في سكر، بعدين خدوا أدوية وبعدين غسلوا الكلى، منصير من مرض إلى مرض أكبر. لو منتبع الأرض وسكان الأرض الأصليين ما بيكون في عنا أمراض، إلا المرض لما بيجي بلاء من الله والفنان. وأهلا وسهلا فيه للذكرى. فإذا اليوم إذا منشوف وسائل إعلام الأولاد حول العالم عم بتقول ما بدنا سكر، نحن أولادنا كمان بس نروح معهم على السوبر ماركت وين ما رحنا منقول الله قال وجعلنا من الماء يا ماما ما من هون، انتبهوا شو بدنا ناخد. أنا بشكر هالمحطة كثير من قلبي، لأنه بعرف أنه فاتحة حرية الإنسان وتقول ما في محطة تانية بالكرة الأرضية العربية بتقول اللي عم بتقوله هالشيشة. طبعاً لأن كلنا بنملكها مش صحوة، كل مشاهد بيملك هالشيشة. طالما أنا سهراني ببيتكم وأنتوا سهرانين بقلبي وفاتحة الكتاب حتى شارككم فيه، فإذا نحن عيلة وحدة ما بقى حدا يقدر يكذب على حدا، سهرانين مع بعضنا.
ساعد بدكن بتعملوا هيك وبتسكروا لمريم نور اللي عم بتكتر حكي وبتقول كلمات. كنا نتاجر وكان معنا مصاري أكتر بهالتجارة، خربتنا بيتنا. نننننننن معكن حق، سبوها قد ما بدكن، ولكن ما فينا نسب الحقيقة، فينا نحب الحقيقة. مين منا بتحب تحمل طفلة وتركض فيه معه سرطان براسه؟ ياخد أمه دخيلكم بدنا نغسلها الكلى، تاخد بيا وتروح عنده بالقلب. قاعدين بالمستشفيات ليل نهار بالإنعاش، ويا ريت الإنعاش بينعوش بالضمان. الضمان صار بده ضمان بلبنان، شفتوا الوضع. فإذا ما حدا منا مضمون إلا اللي بيمشي مع الأرض ومع النظام الكون مع الله. ما في ضمان إلا معه. شو قال؟ نتبعه كلنا. أنا من بعد الأمراض اللي شفتها بجسدي وبفكري وبنفسي وبروحي ومتكن وصلت لإحباط ما بقدر خبر عنه بالكلام. ما في طبيب قال لي كيفك أنت وزوجك أنت وعائلتك أنت وأهلك أبدا. منشيل الصدر، منقص الإيد، عملني كزبونة عدد مش كعدة. معه حق، هو هالقد بيفهم. ولو ما هو عمل هيك وشفت أمي وأمها ماتوا قدامي، ما رحت إلى بريجيتي طبيبة ألمانية كانت عنا عالمة بعلم نظام الكون، وهي لو ما شافت بنتها قدامها سرطان وماتت ما علمتها النظام ببيتها. وهيك كل واحد منا عم بيتعلم ويعلم غيره، حتى سابع جار هيدي الدائرة كونية، حتى نعلم بعضنا البعض وترجع كل العائلات في العالم، العائلة وحدة، العالم الإنسان واحد، وفينا انطوى العالم الأكبر الأسرار جوا. فإذا إعادة النظر بأكلنا هو هدف هالبرنامج، واسم العلم ماكروبيوتيك. بتأسف بعدني عم بسمع كتير، وهيدا الجهل مش من الطبيب، منك ومني. أنا المريض لما بروح لعند الطبيب وبيعطيني حتى أعشاب وبيعمل لي أي علاج طبيعي، إذا ما بيقول لي مريم غيري أكلك حسب نظام الكون وبيعلمني عنده بالمستشفى الأكل الصحي، أو بيقول لي روحي لعند فلان عم بيعلم طبخ، لبقى تروحوا لعند هالطبيب. كمان ما عنده ضمير، لو عم بيحكي بالله وعم بيحكي بالطب الطبيعي. ما بيهمني إذا عم بياخد غالي، ادفعوا قد ما طلب الطبيب، المهم يكون عنده ضمير. إن شاء الله بدي أخد منك مليون، خبرتكم معلمي ملايين الدولارات بياخد. ولما بيعرفوا شو عم بيعملوا بثروته عطيوا عشرات الملايين زيادة. المال سيولة، إذا ما عطيتوني ما فيني أعطي. لا يجوز واحد عنده 9 تفاحات والعشرة عندهم تفاحة وبدنا سلام. وين هالأمانة؟ كيف عم تتوزع؟ منقول مال الله طبعا. قال له الأجار لفلان، الملك لله والأجار لمين دخله؟ إذا الملك لله الأجار لله. بس ما بقى عنا هالإيمان، ما بقى عنا هالضمير. بفهمكم، أنا ما بقى فيني أعطي شحاد على الطريق. كنت أعطي قديما، بعدين قلت بقدر أحكي، بقدر أعطي أكل، بقدر أجيب وعلمه، نعلمه يتصيد سمك، ما نعطيه سمكة. حتى لو قلت خدوا هالميل وصلوا لفلان، أنا ما بقى أمينة إلا يد بيد، مني أمينة. لهالسبب اليوم في وسائل إعلام عندها صدق وعندها إيمان، نتصل فيها ونسألها منين منجيب هالكتاب، منين منجيب هالعلم. أنا فيني قلكن بمون على مكتبتين، هني الأول برينت بأبو ظبي، أول برينت هون، لأنه لصاحب هالمؤسسة وهيدا أهل بيتنا. فإذا كل كتاب بتشوفوني بمسكوا بيحكي عن نظام التغذية، إذا ما لقيتوا طلبوه على الأمازون.com، فوتوا على الإنترنت وشوفوا أرخص موقع وتقدروا تطلبوا. بدون كتاب ما في مجال يا أخوتي أبداً. فإذا في ناس كتير، وأنا شفت منهم وخبرتكم، من أول مرة طلع صوتي على فضائية بلشوا يأيدوا ويسجلوا ويدرسوا. فوتوا على الإنترنت مجانا، العلم اسمه ماكروبيوتيك. مش طلع الشعر على لساني، طلع من دينية رح يهروا شعراتي. علم كلمة بسيطة، هيدا مفتاح. ما تقليلي شو بنعمل بهالمفتاح؟ حطينا الهرم على البراد، شو بنعمل بالعالبراد؟ طب الهرم www.maryamnoor.com رح يكون من أجمل المواقع في اللغة العربية. وأنتوا خدوا المواقع باللغات الأجنبية وترجموا اللي بيعرفوا كمبيوتر، ترجموا خدمة للأمة. شاطرين تبعتوا لي شو نعمل بإسرائيل وشو نعمل بالإسلام وشو نعمل بها وشو نعمل. ما يجوز، بلشوا ترجموا إذا بتحبوا الإسلام، ترجموا للمسلمين حقيقة الإسلام في التغذية.
لجسدك عليك حق وترجموا كل هالمواقع إلى اللغة العربية. فإذا مش الحق على فرد، مش علي، نحن قليل ومتطوعين، ما منقدر نكون غير هيك، لازم نخدم. ولكن ما تلقوا الحمل، العمل اللي انت ما فيك تعمله ما حدا بيقدر يعمله، عملوا. ما تعطوني إشارات شو لازم أعمل، constructions وinstructions. عم بعمل اللي بقدر عليه وانت عمول اللي بتقدر عليه، واثنيننا منتعاون. Together we make it better، مع بعض. فإذا بطلب من كل اللي بيعرفوا كمبيوتر يحطوا موقع ميكروبيوتيك بالعربي، ترجموا تنشوف شو بيطلع بالترجمات. أنا بفضل اللي عم بترجم يكون هو عايش الفكرة، وإلا بتصير ترجمة مكنات. أنا شفت في مواقع عربية بتترجم on the spot، الترجمة مشوهة لدرجة ما حدا بيقدر يفهم. هلأ رح أحكيكم عن كتاب لحو بإيدي، قال لي الأول برينت موجود عنده، جيبوا كل كتب لويز هاي بدون استثناء، وما حدا بيقدر يغلبها لهالمرة، ما تحاولوا، بتعيش على الضرائب. فإذا الكتاب اللي بتنزله $20 انت بتحطه ب60 وب70 وما بيطلع مثله. انتبهوا، عم تستوردن الأول برينت. أجمل كتب عملتها Colors and Numbers، بتعتبر إنه الإنسان طفل. شوف هالألوان، ما حدا عمل كتب جميلة مثلها. عندها دار نشر هاي هاوس، عندها أجمل جرافيك ديزاينرز بأمريكا، بتدفع أكثر رواتب وبتعيش على الضرائب حتى تنزل الكتاب بأرخص الأسعار. فإذا ما تحاولوا تجربوا أنكم، شفت أنا ناس ترجموا للويز هاي ما بينقروا كتبهم أبدا. علم الألوان، علم ألوان وأعداد، منه موجود بعد كتاب مثله بالعربي، لازم نتعلم لغة أجنبية. عندها كتب How to heal your life، عندها أفلام فيديو لحالة، مدرسة ناجحة وحدة، ولكن أخذت كل هالعلم من سر واحد، إنما الأعمال عرفته. هالعلم كبير بحياتها، شفيت نفسها بهالعلم النووي، وفتحت مدارس وفتحت حول العالم دور نشر ما عندها بالعربي، لأنه نحن الأم العربية عندنا لغات أجنبية. هلأ بتحكي كتير عن الرياضة للجسم، رح فرجيكم هالخريطة. هي تلميذي معي عند ميتشو كوشي ميكروبايوتكس، لها السبب من أهل الطلب، رح فرجيكم. ريفلكسولوجي، أولوجي هو اسم العلم، يعني العلم كيف فينا نضغط على جسمنا ونتحرك. بتشوفوا البدوي عم بيلعب بصبيع إجري بدون ما يعرف، مطرح اللي فيه وجع بيكبس. ولكن إذا عنا علم الطاقة وعلم المسارات وخز الإبر أكوبانكتشر أكوبرشر، منصير نفهم شو هالخريطة. خبرتكم بالأول برينت موجودين أو على الإنترنت. رح شوف بهالكتاب يلي عنده الأورينتال دياغنوسيس هالإجر، كل الجسم في نقاط، بكل نقطة في ملايين من الخلايا، أسرار الكون بهالجسد هالمعبد. هالإجر كل الأسرار، كل الأوجاع بكل خلية مشفرة هالخلية من الأكوان والمكون. سو الإنسان منو جسد، خريطة على هالجسد، أسرار القمر النجوم على الجلد. رح فرجيكم كيف بتعملوا بس على الإجر جزء، كيف أنتوا بتعملوا وضوء بالإيد على مهلكم. اعتبروا وضوء وخذوا الوقت بالإيد، هون نقطة القلب، بس تدرسوا خريطة الإيد، بس تسلموا على شخص السلام عليكم، نقطة القلب بالقلب، إذا عم بيطلع القلب من السلام اللي مقابلك بده يحسه من القلب للقلب.
من هون من الكوع، لأنه على إيدينا على الأطراف تقعد كل المسارات، توصل أنت بتقلب ذكر، توصل ذكر بتقلب أنت. على هالأطراف قد ما فيكن الضفر ما يكون طويل، وما نحط مانيكير. إحنا بلبنان عم نركب هلأ شيء طبيعي، تنحط تنشوف إذا بتزبط، يمكن يكون ما فيها أبدا سمو. أنا عم جرب على إجري، وحدة عم تجرب على إيدها، عم نشوف كيف عنا التركيبة. بتشوفون كتير بكتب Natural Beauty Cosmetics، برا موجود ما في لزوم، بس لأنه الاستيراد عم نتعذب فيه كتير، كل واحد بده ورقة وشهادة منين إجا ولا شو. فإذا عم نجرب ناخد التركيبة، وأنا بن عندي وقت درست عملت تركيبات من هالنوع، صابون وكوزمتيكس كل هالشي. بدنا نشوف إذا في، إذا الست بدها تحط، أنا بفضل ما تحطه أبدا حتى لو كان طبيعي. بدنا نضل نستعمل جوارغم يلي بيسكر. فإذا هالإيدين بتعرف الرقبة قد ما فيكو هالبرمي، ما تخافوا إذا عم بتطق. شوفوا برنامج اليوغا مع غادة غصن، رح أطلب منها تعمل دوئين، العلم اسمه دو دي او داش تريدينيو اي ان اي ان دو ان، علمي كلمة يابانية اوتو مسار. لا هلأ رح شيل العوينات، رح فرجيكم الراس. أكيد بخاف على الميكرو مش هيك ما فيني أتصرف، بس انتبهوا ما يكون في أبدا بكلة، ما تحطوا بكل هون. خلي دايما شعركم لورا، خبرتكم كيف تعملوا هيك، ولكن هالمرة بدي حط بس الإيد ونقطتين هون بيجوا على السكال، وحطوا الإيدين وقعدوا قاعدة اللي فيها المسارات وتنفسوا. رح اطوي راسي تتشوفوا وين كبست هون. انتبهوا اذا كنتوا موجوعين كبسوا وتنفسوا. كل اللي عندهم كوليسترول، شحم بالقلب بالشرايين، هيدي النقطة كتير مهمة. كل نقطة بتلاقوا فيها وجع سبايرل برمو، إذا هي موجوعة كتير ما فيني أدقرها، بروح مقابيلة عند أختها وبدقرهم. قاعدين بالسيارة عملوا، عم تتفرجوا على التلفزيون حركوا الإيدين. غسلي قطعة التياب لإلك، كل الأندروير أنت وبناتي ما نحطهم بالغسالة، حتى للبابا نغسلوا. بيتحركوا كلهم، كل المفاصل. ما تطقعوا إيديكم، بشوف ناس عم بيعملوا هيك أبدا، بس كل المفاصل حركوها. خدي ورقة ملفوف، خليها تكون أي ورقة خضرة، بس الملفوف منيح لأنه في طبقات، وفركي الأرض شوكي، بس تاكلوها ما تكبوا الوراق، أكيد فيها شوك. فرميها إذا فيكم، وفركي كل جسمك بورق الأرض شوكي، ولو كان فيها هالزبزوبة الشوكي الصغيرة ما تخافي بتفوت. إذا بتحطي معها رويشة نخالة بتعملي منها عجينة، حطيها على جسمك مطرح اللي في بقع أو مطرح اللي في سلولي. شوفي الكتب غنية كتير وموجود بالعربي. اللي بدي ركز عليه هلأ الإجر، رح حط إجري بحضني ولابسي شروال. بلبنان ما لقيت تياب هنود وباكستان، شوفوا انتو وين بتلاقوا، وفضل لون سادة إذا ما بتعرفوا بعلب الألوان. انتبهوا خاصة عم بتقولوا لي اللي عنا infertility ما منجيب أولاد، ما تلبسوا ألوان، لبسي سادة. هذا اللون كتير مهم، لون الكلى. ما لقيت أفتح بلون الشمس، بلون السماء ولون البحر. الكلى هي عنصر الماء، شو لون الماء البسي حتى يقوى عندك هالمطرح الرحم. والرجل والمرأة قد ما فيكن البسوا تياب فضفاضة، شيلوا هالتياب الضيقة دخيلكن،
والكعب العيلة، حكينا عن التياب أكثر من مرة. بحط إجري بحضني هو على الأرض، إذا فيكن تقعدوا ببيتكن أفضل تقعدوا على الأرض، ولكن هالإجر فيني بالبيت أنا إذا اللي بيجي على بشوف الإجر بتبرم حول الجسم، فرجيتكن صور. بس لما بالأكل في زيوت وفي دهون وفي شحوم ما بنقدي، مع الوقت مثل لبسيني الإجر فيكن تاخدوها وتمرقوها، بتصير مثل الطفل. شوفي ابنك كيف بشيل إجره بحطها بتمه، ما تضربي، خليه يتصرف بجسمه، خليه يقدر يعمل هيك. كلنا هيدي سهلة، كلنا أول يوم بتقول ايه ما فيني، تاني يوم بتلاقيها سهلة كتير، يومين تلاتة فيكن تعملوها. دايما إيدينا اضغطوا كل هالحركة. هلأ هيدي الإجر، على هالإجر محطوطة كل الخريطة تبع الجسم. بتقولوا ما عنا طريق وما فينا نمشي ومن البيت للمكتب، أنا معكم. هلأ نحن ببيت وما في عنا إلا البيت المكتب، ما فينا نمشي أبداً. ما تعملوا مغطس ما يسخني أبداً، بياخد كتير الدبليتس المعادن من جسمنا. وقفل شاور دوش، وعلى الكرسي عما ما بتحطوا إجريكم حطوا حجار، ما تحطوا هيدي البلاستيك توقفوا عليها الممسح، هلا اتركوا حجر كم حجرة وقفوا عليهم. الحجر بتحرك هالجسم، ما زال ما عم فينا نمشي أبدا. وبالبيت ما تحطوا سجاد حصيري تمشوا عليها، خلوا السرمية برا، اخلع نعالك نعليك لتراني. النعال هي الأعمال. أبراهام لينكولن رئيس جمهورية أمريكا ما كان يقدر يحكي إذا لابس بإجره، في وصل وفصل هون. حطوا السرمية برا، هيك بنوفر السرامة، بصير بدنا واحد ولا اثنين، واحد صيفي واحد شتوي، قد ما فيكم لبسوا من هول الكلسات اللي فيهم خشب وفيهم أحجار، وتمشوا روحوا تعوا فيهم. معلش بتتعود الناس تشوفنا حافين. خبرتكم أنا بقول له شوف هالحرمة ما عندها نعال، بقول له نعال عندي عقل ما عندي، ليه بدي أحط كل إجري اربطها واربط حالي تقرضي مين جاري؟ اتركوا الإجر مرتاحة بالبيت. فإذا حفياني والضيوف حطوا مشيات برا، يلبسوا مشاية أو كلسي، أفضل المشاية حتى ما تكون الكلسي من إجر لإجر. وأفضل أنتوا تجوا بمشاية بكلساتكم وتشلحوا وتفوتوا. قلتوا لي إيه بس نشلح من إجنا بتطلع ريحة. طبعا أنا بفرنسا بقول لهم ما تشلحوا من إجركم أبدا، ريحتهم وسخة كتير، بحس بياخدوا خمرة وجبنة وخبز باجيت اللي بيحطوه بالخبز أدوية. فإذا لما نبلش ناكل نضيف ما عنا ريحة إجرين. هلأ بتفوتوا على البيت هالخمس صبيع كل هالإجر من هون، من هون فيكم، بس من الكاحل لتحت كل تعب النهار حركوا بدون ما تعرفوا بالمسارات، حطوا الإيد على الإجر وحركوا. ولكن أنتوا عم بتحركوها بس تفتحوا هون، إذا فينا نفرجيهم في زيح هون شديد، هالزيح هيدا زيح المصران الغليظ. انتبهوا اللي بدها تعمل عملية زايدة ما تعملوها، عطوا 3 أيام بس، صوموا على الأكل اللي عم بتشوفوه معنا هون واعملوا هاي 3 أيام كل يوم بهالشكل. انتوا بتشوفوا هون في شقفة تحسوها شديدة، ايفين شلش هون كل الجسم، يلي عم بيعملوا غسيل كلى نقطة هون بالنص. طبعا الوحدة ما بتكفي، تغيير نظام الأكل والحياة بس على هالإجر هيدي بتساعد تعمل بومبينج للكلى. يلي ما عنده أولاد، رجال ومرأة ما بيجيبوا أولاد، هي تعلمتها أنا بالكتاب وشفت البدو شو بيقولوا لي، بتحطوا إصبع إيدكن هون وبتعملوا هالكبسة بريشر حول الكاحل الأنكل، مرة ورجال. كانوا المرة يفحصوا كاحلها إذا بتجيبوا ليه، الفرس كيف بيشتروها دون دون دشير هون، بيقولوا الفرس أصيلة أو مش أصيلة. هالمنطقة بجسمنا مهمة كتير، كل هالمنطقة هون الجهاز الهضمي. انت حطوا بس إيدكم مرة بالنهار، منجي تعبانين والماما دغري بتعملي له مي سخنة وملح
حطي له فيها الزريعة زهور وحط إجريك ترتاح. قال اللي جوزة معه بتدير القمر بإصبعها. أنت فيك تريحي حتى شيل شعري عن هالميكرو وهي بدايتي. المهم هالخمس صبيع بين كل إصبع وإصبع مسارات كتيرة، انتبهوا حطوها هون. في نقطة مهمة للكبد، ليفر بوينت، كل اللي عندنا غضب حطوا ايدكم هون، كل هالمناطق. وجع الراس على الصبيع من هون، كل منطقة، كل نقطة، every point فيها ألوف من المسارات spirals. كل نقطة أهم شيء نعرف كيف بدنا نحرك هالإجر، بس من الحب، من إيديك للولاد، للماما، للبابا، للتيتا. ويلي بتروحوا لعندهم رح أقعد هيك، عرفوا أنهم لازم يكون عندهم علم الرفلكسولوجي. مش حيلا إذا حسيتوا اللي عم بيعملكم ريفلكسولوجي بيدخن، ما تروحوا لعنده. بيشرب قهوة وبياكل آيس كريم، ما ممكن. طبعاً لازم يكون نباتي، لأن المسارات بإيديهم العشرة بتموت. عادةً بيقولوا، بيبقوا حاطين ورقة، أنا فيجيتيريان، أنا ما بدخن، وأنا وكذا وكذا. وإلا إيديك لو بتشربي قهوة ولو بتاخدي دخان فيها نفس المسارات إليك، لجوزك، لأولادك ولأخوتك. أنتوا أهل البيت كتير مهم تعرفي أنه من هالإجر كيف ترفعيها، كيف أنت تحطيها على إيدك قد ما فيك بهالطريقة. أنتوا قاعدة على الأرض، أنتوا واقفين، طبعاً الإجر تاني. بس انتبهوا بالمية السخنة والملح منشيل كل الطاقة اللي براسي وبرتاح. إذا إجري عم بيوجعوني من خصري ونازل، ما بحط ملح، ما بحط ذكر، بحط مي ومزهر، بحط عطر، بحط نانخة، كل شيء إلى ريحة. ذكر وأنثى تدرسون وبسيطين، مع الوقت بنصير نعرفهم، وفي كتب وبالعربي. ولكن لازم نعرف كتير مهم، وقت اللي بنقعد بتشوفوا الناس هن وقاعدين، من الشكل بتعرفي شو عندهم أمراض. ما نجرب نحط إجر على إجر إلا إذا بدي ريح هالمنطقة ترتاحي. بس إذا حسيتي إنك تعبانة، لا اتركيها، خليها تمشي المسارات. هالجسد له لغة، ولغته بسيطة، بس بدنا إنسان بسيط ما يكون معقد يسمع لهالجسد. وبترك الإعلان. إن شاء الله بوقت الإعلان كنا نحن عم نعمل رياضة، لأنه كتير مهم مثل ما قلتوا لي. كلنا عايشين اليوم بمعلبات، إن كان بالبيت أو بالمكتب أو بالشغل أو حتى على الطريق بالسيارات أو بوسائل النقل. يعني الحياة ما عادت مريحة، وما عاد في عنا وقت حتى نروح نمشي، لأنه حتى لو مشينا هون ببيروت، إذا مشينا على الكورنيش كل التلوث، شو النفع؟ أنا وعم بمشي عم بتنفس مزود. فإذا أفضل مطرح اليوم هو البيت، نعمل رياضة بالبيت، فينا نعمل هالرياضة.
مثل الوضوء يلي بتعملوا وضوء، وإلا جربوا إنكم تعملوا رياضة للإيد للكتاف للراس للإجرين، أكتر شيء إجرينا هن اللي عم بيتعبوا بهالأيام. ولكن ما تنسوا التغذية، التغذية إنه ما نقدر ناكل أكل ملوث كتير إلا عند الضرورة، بس ليه بدي أنضر حتى لو عند الضرورة؟ أكتر شيء بيضر المفاصل بدي واشويش الدجاج، يغمضوا عينيهم. الدجاج اليوم منه بلدي، إذا عندك دجاجة بلدية عزميني، بس ما بقى فيه. أنا بتذكر من زمان كنا ناكل مرتين أو ثلاثة بالسنة، هيدا الغني كان ياكل ثلاثة والفقير مرة، هيدا إذا طلع، لأن مين بدي يذبح الدجاجة اللي عم بطوي؟ بس كانت ريحتها بكل الحي، ما بعرف ليش الدجاجة وحدة طعم الحي، كان في بركة، كانت كل الناس تعرف إنه ستي نظيرة عملت دجاجة، كلهم يروحوا ياكلوا من هالدجاجة، وكل هالحي وكل الولاد يلفون مع رايس، كان في بركة. اليوم كل واحد بياكل دجاجة ودجاجتين وما بقى في بركة، ما بعرف وين راحت هالبركة، وقعت لها بشي بركة يمكن، بس مطرح ما وقعي نرجع نشيلها وبتوقف على إجريها. البركة بتجي من قلبنا، من القناعة، نقتنع إنه القليل كتير وإنه القليل غنى. ليش بدنا ننزل تنجيب كتير؟ وقت منجيبهم بزل بصير بدنا نعمر أبراج وقصور وبنايات وسيارات وطيارات حتى نقول للناس إنه جبناهم. وقت اللي سألوا لقوا نسيس، كيف عملت هالثروة؟ قال لهم أول مليون ما بقدر إلكن منين، بس المليون بجر مليون، بس المهم أول مليون حلال أو حرام. كلنا منعرف، ما بقى في شيء مخبى. كلمة من مال الله فضحت كل المال وكل العيال. ولكن جل من لا يخطئ، وكلنا منغلط، والحق علي إذا أنت غني، والحق علي إذا أنا فقيرة، والحق كل واحد يرجع يقيس نفسه، ليش أنا طلعت عن الطريق الله؟ ما هو كلنا عطانا، خلق لكل إنسان تفاحة، ولكل إنسان شجرة، ولكل إنسان نجمة بالتساوي. بس أنا تركته يسرق لي تفاحتي وعملته حرامي كمان، برجع بقول الحق علي، الحق علي. ليه أمنت له؟ لأنه أنا ما أمنت لنفسي وما عرفت أتصرف، تركته ياخده ورجعت أشحد منه، ويا الله شو كريم عطاني، واللي سرقك ورجعت رحت أنت انزليت. كلنا منعرف قصة بيت المال، إجا وقت المسلمين ما بقى بدهم مال، بيت المال مليان مال، بس بدهم يسمعوا الحقيقة. ورجع إجا وقت مثل هالوقت، فإذا هي الموجة هي. واليوم موجة السلام بدها تقوى، لأنه الإنسان شبع، شبع من الحرب، شبع من الدمار، شبع من المال، شبع من الفقر، خلص انتلينا. نيّله اللي بيوعى قبل ما يوقع بالقبر. هونيك في شفنا في أفلام تحكي كتير، فلات لاينر دخيلكم، لا تنسوا تحضروا، ما في جواب وحل إلا بالاستغفار بالغفران. له سبب الكنيسة عملت الغفران، الاعتراف، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. عندي صلاة الأب، الصلاة البراير تبع الأبانة حلوة كتير، هي مزحة عملينا بنكتة، بس ما فيني إلكن شو بتعلمنا الضحكة والبكي. اليوم كل واحد منا يرجع يعيد النظر بهالبشر، وأنا المسؤول عن جسمي وعن حياتي وعن مالي عن فقري، كل واحد أنا المسؤول وأنا السائل. وبالتأمل منوصل، التأمل هو الأساس في كل المدارس اللي عم بتعلم هوم سكولينج. 50% العلم على التأمل بالخمس حدود، وبعدين أربعة كل واحد له 10% تعليم اللغات والكمبيوتر ومهنة وصنعة. تعمل طبيب أو رسام بيكتشفوا فيك، حكينا عن هالموضوع. ولكن التأمر 50%، مثل ما بيصحن الأكل 50% حنطة. التأمل والتفكر والتدبر والتذكر، كل الأنبياء طلعوا على الجبل وقعدوا وحده 50 يوم بالصمت. هذا المسيح اللي عاش صامت حتى هو عم بيحكي، عايش على الصليب لحد هاللحظة، طالما في أنت وأنا معذبين، في طفل معذب هو مصلوب،
ما بيقدر ينزل، هيدا رمز الألم والعلم والولادة والقيامة. كلنا مسؤولين يا أخوتي، خاصة عن أول أمانة. إذا أنا ما قدرت أتحمل أمانة هالتراب هالجسد، كيف بدي أتحمل أمانة الفكر والروح والعقل؟ من هون بدي ابتدي. عطيتني بيت امي، كيف بدي حافظ عليه هالجسم؟ بس حافظ على جسمي بكون عم حافظ على امي الارض. فاذا حكينا عن الغذاء ضروري، بعدين اللمس ضروري جسمنا، بعدين اللمس بالبصر بحواسنا كلها، بناكل وبنتغذى وبتتعلموا بعلم الالوان. لو بدي ألبس لإلي اليوم، كنت لبست هاللون مع هاللون وما لبست أبيض. بس الأبيض حتى فرجيكم كونتراست لونين. ليش هاللون؟ اليوم عندي وجع ظهر من الكلى، بعرف شو عملت امبارح. بلبس الألوان يلي للكلى، بساعد حالي باللون وبصوم. بصوم وبرجع بعد 24 ساعة صيام، باخد سوائل، حبة تمر إذا بدكن، أنا ما فيني أخدها اليوم، وبرجع ببلش أكل حنطة وبرجع. كل واحد منا في يعملون. أنا هي جبتها من سوريا. الألوان اللي بدكن إياها، في عنا عدة ألوان، بس أنت اعمليها. حياكة إيد طبيعي، ما تحطوا حجار هون كريستلز إلا إذا بتعرفوا بعلم الألوان وعلم الحجر، الأحجار الكريمة. انتبهوا، فيكن تلبسوها مثل العباية أو تعملوا منها بلوزة وتحطوا، بقى الذوق عليكم. بس الألوان علم بحد ذاتها، شوفوا كتب للألوان ما لقيت بالعربي. إذا بدكم تشوفوا أكثر، شوفوا The Unique Principle. الخريطة واحدة بتكفي، ما في لزوم تشتروا كتاب. الخمس حدود، شفتوا وين الأبيض؟ الرئة والمصران الغليظ، لحدها هي الكلى، أزرق غامق، ترجعي أخضر، ترجع أحمر وأصفر الأرض. كل هالألوان بتشوفوها بأوس القدح، Color Therapy، علم الألوان. شوفوا بأي بلد عربي عندكم مكتبات فيهم، أو اطلبوهم على الإنترنت على الأمازون، أو روحوا على المكتبات اللي ببلدكم واطلبوا، قولوا له جيب لنا من هالكتب اللي بتحكي فيهم مريم نور. بأبو ظبي ما في مشكلة، قلت لكم نصوح الأمين لأنه هو بيقرأ. نصوح أنا بتمنى تجيب كتاب From Medication to Meditation، طبعات بالألوف جيبوا هالكتاب، وحده كافي لكل إنسان، وبنوع خاص للأطباء، خاصة الأطباء اللي عم بتقول هيدا مش حقيقة اللي عم تحكي مريم نور. يمكن أنا ما عم بعرف أحكي هالحقيقة مثل ما لازم، بس بقول لهالأطباء تقروا هالكتاب لبقى تشوهوا الحقيقة، خاصة الأطباء العرب. كأنكم قلت لكم أنا بخجل لما واحد اسمه محمد وأحمد ومسلم بيقول لي هيدا غلط، بيقول له مذكورة بالقرآن، بيقول لي شو عرفك إنه القرآن صحيح؟ شي بحزه. Doctors look at microbiotics، هيدا تقصيرنا نحن كلنا وتقصير الدين، وكلنا مقصرين يا أخوتي كلنا. ما نقول استغفر الله هيدا منه منيح وكافر، شوف ليش قاله. Doctors look at microbiota، كلهم أطباء اجوا لعندهم مرضى وقالوا ما بتصحوا من هالمرض، رجعوا راحوا لعند ناس مثلي، طبخوا لهم وعملوا لهم مساجات وغيروا بالألوان وقعدوا حدهم وشفوا من أمراض مستعصية. وقلت له كل واحد يرجع لعند طبيبه، ورجعوا لعند الأطباء وحطوا هالكتاب. بينما خبرتكم في ست قعدت عندي خمسة أيام ورحت لعند الطبيب، قال ما لهي أبدي غسيل كلى،
قال له جوزة أولك بيخدها لعند مريم نور. قال له إذا معك مصاري خليهم لمرتك اشتري لها دواء فيهم. هاي مريم نور وحدة كذابة وخرفانة. وقال كل الأحرف الأبجدية بحق مريم نور. الإناء ينضح بما فيه. ما استرجى يقول له. ولكن هالإنسان عندنا رقم تليفون ومستعد لحوبة طرطوس يخبر شو صار معه. 5 أيام قعدة. الأكل ترويقة غدا عشا من إيدينا أكتر شيء أنا بطبخ. وهلأ بلبنان ما عنا خضرة بلا كيماوي. شخصياً بجيبها لأن إلي صديق من عند غسان بجيب. غسان غصن بيعطينا القليل بس بأمن للمرضى. بنسمي بعضنا نحن تلاميذ students of microbiotics. ولكن كل واحد منا بيقدر يأمن أكل اليوم لو عنده جنينة صغيرة. أنا بشكر بكل العالم العربي اللي عم ببلشوا يزرعوا. بتمنى اللي عندهم الإمكانيات المادية وعم بيزرعوا يشاركوا جيرانهم. إذا جارك سليم أنت أسلم بتصير. ما تشارك بس الغني اللي قادر يشتري. الغني قادر يشتري. شارك الفقير لأنه حدك عم يحسدك أولاً لأن عندك قصر ولو حاطت سور. أنا بقول قديش قوية الخادمة اللي بتخدم بيوت الأمراء والملوك وأغنياء أمريكا. قديش قوية إنها تشوف وما تحسد وإنها تفهم. ولكن بالأمة العربية أهين في إيمان بتقلي كله من الله. بقول أنا بأمريكا كيف بيقدروا يفوتوا صورة أمريكا وغنى أمريكا. منيح اللي في دين وأفضل شيء منيح اللي في موت. بنتساوى بالموت وبالولادة بس بالحساب صعب. نتساوى بالأعمال. رح فرجيكم كتاب عرفت إنه الأول برينت طلبته. إذا هالكتاب فات على الأمة العربية هيدا أخطر كتاب. رح أقرأ لكم شو مكتوب بس على القفا. This book can save your life. هالكتاب بيقدر يخلص لك حياتك. يلي كاتب دكتور برنار ميديكال دكتور هو رئيس فيزيشن كوميتي فور ريسبونسبل ميديسين. الطب المسؤول بسميه. هو الرئيس بأمريكا. تاني وحدة كاتبة عليها هالكتاب انه هيدا كتاب كتير مهم الثورة الغذائية ماري آن ويليامسون اللي مرشحة على رئاسة جمهورية أمريكا. امرأة اسألوا عنها على الانترنت بأمريكا قديسة وعندها العلم. بول هوكن ما في زوم نسميه كلكم بتعرفوها. الإنسان يلي جسديا معاق ولكن هو الجينيوس بالفكر. بيقول هالكتاب بده يرجع إلى الإنسان إنسانيته وعلاقته بالأكل، علاقته بالأرض، علاقته بالصحة، علاقته بالسلام، وعلاقته بالمجرات الكونية المنظورة وغير المنظورة. نيل دونالد والش يلي كتب أجمل الكتب بأمريكا. ما بعرف إذا فيها تفوت على الأمة العربية. كتب Conversations with God حوار مع الله. بيقول هالكتاب هبط علينا من السماء على هالكرة الأرضية حتى يقول للناس هذا هو الحوار مع الله. الحوار مع الجسد، الحوار مع الإنسان، الحوار مع الروح. بهالكتاب إذا بفرجيكم بس صورة من هالصور ما بقدر فرجيكم أكتر. بدي فرجيكم أرحم وحدة بس شو عم نعمل بالبقر، شو عم نعمل بهالحيوانات، شو عم نعمل بالبقر المجانين بالديوك بالدجاج، كيف منقطع لهم تمهم، كيف زاربينهم، كيف طلعوا بهالبقرة شو حزينة. هيدي عم تاكلولها لحمة وعم تشربوا حليبة وكلها سموم. إذا ما عملنا شي فوتنا هالكتاب على الأمة العربية. ما فيني خبركن البقرة لما بياخدوه لابنها ليك بتصير تبكي مثل الأم. مشان هيك الهنود بحبوا البقرة، مش بيعبدوها بس بيقولوا أنت بتقربينا، بيشاركوا أكلاتها بحنية. يلي بحب البقرة بحب هالبقرة، ما بيحب بسبها. شوفوا شو حزينة، بياخدوه لابنها بيربوه على الأدوية حتى يذبحوه. إذا رجال مش محترم الرجال البقرة، محترم المقرة البقرة عند البقرة لأنها بتحلب حلوب. النقيمة عند البقرة الحرمة. على كل حال
بكل حرمة رحمة إذا بنفهم معناته. بس اليوم صار الإنسان سلعة والإنسان عدد والإنسان بطل عدة. شي بحزن وين وصلنا، ولكن لما بيوصل الإنسان إلى أسفل السافلين صار بيرتفع، ما بقى في أوطى مما نحن، خلص وطينا. هلأ بدنا نقول له وطوي عنا بعده، نحن وطالعين حتى نوصل بسرعة. العلم اليوم عم بيقول، ميت شكوش عم بيقول، نحن اليوم two choices، يا بدنا نفوت مع العدو يا بدنا نجيب العدو لألنا ونعمله صدي. ما بقى عنا خيار. هالعدو هو عدو ما يجهل، enemy is enemy. إذا كل واحد منا خاصة في هالأمة العربية بيفيق نفسه على كلمة لجسدك عليك حق على هالحقيقة، بيقدر يصحى لحده. إذا كل واحد بيقول له يا أخي، قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا بقلكن شو معناتها هالكلمة، ما فيني خبركن 6 شهور آن ويجمور كانت عم تشرح هالكلمة. 5 دقايق بدي خبركن، قال لي بعد في 5 دقايق، 5 دقايق بدي خبركن نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. عدنا 6 شهور ما بنسى من بعد هالكلمة كيف شرحتها. في نهار حسيت كل العالم صار لإلي حبة زيتون، وما كان عندنا زيتون، ما بناكل زيتون عند آني ويجمور لسبب. وشفت إنه لازم آكل زيتون. بنفس النهار بيجي شخص منه عربي وجايب معه مرتبين، ما بقدر انسى هالزيتون. سألوه منين؟ قال له نحن ما بناكله، بس في عنا مرة اجت لعنا من الأردن جوردن ليدي وجابت هالزيتونات، قلت انتو بركي بتاكلوا. أنا ويجمور شرحت، أنا بكيت خبرته، قلت لهم كثير طالع عبالي، وقالت كيف الجوع مانيفست، ما بعرف بالعربي ات مانيفست، يعني بتصيري انت تجسدي الفكرة اللي جوعاني إلها. قلت يا ريت جعت شي كم مليون دولار كانوا اجوا. الجوع إلى العفو والعافية، الجوع إلى العطش لله، الجوع بتجسد فينا. فإذا لما منجوع شو بناكل؟ بسموه هامينج فود. من بعد الإعلان بنحكي شو الهامينج فود. منيح ما نسيت، أوقات بوعدكم بدي أقول كلمة وبرجع بروح بغير عالم وبغير نعمة. هامينج فود تذكر حالي أحلى ما أنسى وأرجع. في نوعين من الأكل اسمه هامينج فود، الأكل يلي بس نكون جوعانين الجسم بيمتصه، وأكل اسمه بيكنينج فود يعني تم، أكل للإنسان أو أكل للسان. وللأسف 99% الأكل اليوم للسان بيكنينج. ليه؟ صارت ساعة واحدة هي طلعت ريحة التوم والكزبرة فتحت قبليتي، يلا معزومين على العشاء، يلا انعزمنا مطرحين ثلاثة منيكم ونمرة بتصير فيي وفيكم. ولكن من بعد الجوع شو ما أكلنا ما رح ننضر، كونوا أكيدين. بس الجوع يلي الله أمر، الجوع يلي هو the hunger، تصير شو ما حطيته بالجسم، قال له الجوعان بياكل حجار وبيهضمهم، بس ما حدا منا عم بيجوع. بيكون ساعتها عنا جوع إلى الله على مائدة الله. الجوعان ما بياكل سم، الجوعان بيعرف أي هو من الشم للحيوانين. بس نحن خسرنا هالعلم، نايم فينا كونداليني نايم، ولكن ما عم نوعي العلم اللي فينا، عم نوعي الجشع والطمع والعدد والبنك والحسابات، نسينا غير ايات. هيدي اهم. كيف بنرجع؟ بالصيام. مثل ما قلنا اذا بنعرف بالعلم شو لازم نحط بهالجسم، بتلاقي الجسم عم بيصحى وبيوعى. وقت اللي بناخذ شيء غلط الجسم بيكتبه، بيقول وجع هون هون، انتبهي يا مريم، بنتبه بقول معها حق،
ميتشو معك حق باللي عم بتقولن، أنا عم جرب بحالي. بس قبل ما جرب بحالي بقرأ لي كتاب وبشوف إذا اقتنعت. اقتنعت؟ نعم. ببلش برجع بقرأ هالكتاب. كلنا صرنا نعرف الأكل الطبيعي طبيعي والطبيعة بسيطة وسهلة. نحن صعبنا كل شيء سهل إنه نحن منفهم. إذا كان شيء بسيط منه منيح، لازم يكون معقد. simple and beautiful. الله بسيط، ما بده وسيط. صار كل شيء بده واسطة عنا لأنه معقد. بيكاسو وقت اللي عمل معرض لرسوماته، إجوا هالكونيسور الفهمانين وقفوا هونيك تابلو بلشوا يكتبوا قديش مهم هالتابلو. إجا هو قال مين اللي علق التابلو بالقلب؟ هيدا معلق بالقلب. كلهم مفكرين حالهم فهمانين لأنه ما فهموا. ما فينا نقول لا أنا ما بفهم. كلمة ما بعرف بداية المعرفة. فإذا قد ما نعرف عن جسمنا ما بنعرف شيء، بس القليل اللي بنعرفه بيزيد إذا عنا البراءة والبساطة والقناعة والتوكل. ومنعرف ما بناكل لأنه انعزمنا، ما بناكل لأن صار ساعة واحدة. من بعد الساعة 6-7 من بعد الغروب ما نحط شيء. الجسم بينام، ما فيني وعي، منه خادمة 24 ساعة بتضل واعية جبيلي وجبيلي. بده ينام، ما بيعرف بالكهرباء، ما بيعرف التوعي. ناموا بكير شي ليلي وشوفوا، ما بتصدقوا تاني يوم كيف بتكون الرزقة 24 ساعة. نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. كل الساعة 6 أول وجبة وتاني ساعة 6 ونام الساعة 10 اللي قوم 6 وكل 6 بتعرفوا بتصير الصحة 10/10. قوم الساعة 6 كل ساعة 10 ورجع كل الساعة 6 ونام الساعة 10 بتصير صحتك ديس سور ديس 10/10. هيدا نظام كون. نحن بناكل كل الليل، بنحش بالناس بالنهار، بناكل كل النهار، بناكل كل الليل، بنحط ميزة طويلة عريضة وكاس عرق ومدري شو، وبعدين بناكل. بنكون أكلنا كل الميزة يا جماعة، أشكال وأشكال. رحنا تغدينا بالمطعم الفلاني 85 صنف قبل الأكل. 85 صنف سم بهالعقل وبهالأكل، أصلاً من قلة العقل بروح. فإذا نوعين من الأكل، هامينج فود لجسمي أو بيكنينج فود للساني. إذا أنا عايشة تأكل حطن على لساني، وإذا بأكل تعيش حتى اللي أقدر بأكل هامينج فود، بأكل قليل. تلت مي وتلت هواء وتلت أكل والمضغ، ومن أم الأرض ومن حد بيتي. ما في لزوم الدكانجي لحد البيت. الخضرة حتى لو فيها كيماوي من الفارمرز عند المزارعين أو من سوق الخضرة، المهم غيرنا الملح، غيرنا المي، غيرنا الطنجرة، غيرنا النوايا. منطبخ من قلبنا. البيت اللي ما في مطبخ في آخ، وما في أم تلم. شوية فهم بس شوفوا شو عم بيصير. مش من الله الأمراض، هالحروب هذا مرض، هالمجاعات. بس اليوم في عودة للسلام إن شاء الله بدعائنا كلنا، إن شاء الله كل واحد منا، كل طفل. تركوا الولاد تصلي، ما نخبر الولادنا عن المعلمة وعن الخورة وعن المدرسة وعن التياب الجديدة وعن بدنا نروح هابي بيرثدي. شو هالهابي البيرثدي وهابي سخنة هاي؟ من وين هالبدع؟ مبسوطة إنه صار عمره 10 سنين يعني ميت 10 سنين، عمري 70 يعني 70 موت. الإنسان ما بيموت وما بيخلق وما بيروح وما بيجي، باقي. كلنا أحياء بأشكال مختلفة، المهم أعمالنا. صار الولد بده ياخذ لعبة ويجيب معه لعبة، ما بقى في بي وما بقى في أم، كله لعب بلعب. بتفوتوا على هالبيوت صارت مثل الدكاكين، الفقير والغني. عم بشوف شيء بحزن من كل الأطراف، لأنه الفقير حرام، لأنه فقير جيبوا له لعبة. فإذا بدنا نتأكد إنه نحن مش عايشين تناكل. الحيوانات بتاكل تتعيش، وهالإنسان اللي هو خليفة الله. كل واحد منا يعيد النظر، ومنتعاون مع بعضنا البعض، ومنقعد نقرأ بلا ما تضيعوا وقت بمريم نور وتسبوها وتبهدلوها. لا تضيعوا وقتكم فيي، ما بستاهل وقتكم.
اتركوا وقتكم من ذهب، حطوه بالكتب ونقعد نقرا. بنبسط لما اولادكم بتبعت لي قصص حلوه كثير، خاصه العيال يلي اولادهم ما عندهم خوف بالتعبير. رح اقرا هالقصه. في ام ماسكه ايد ابنها بالجاردن، مش بالجاردن سيتي، هون بجنينه الببليك، شافته فلت من ايدها، ما لحقته لانه مراقبته، ما ركضت لقطته هلا حدا بيخطفى. راح وقعد حد رجال ختيار، والام نطرت ورجع اجا بس خلص. قالت له شو عملت؟ قال لها حطيت ايدي غمرته وتركته يبكي. I let him cry. مين منا بيتركنا نبكي؟ كتار منا منحب نبكي بس منستحي، وما في حدا حدنا يقلنا مريم بكي، او بس اتركوني بلا كلمة. لا تبكي ولا شو البكي، وما بيبكوا الا الضعاف، وانت شاب وانت صبي، ما بتبكي البنت اللي بتبكي. مين بيبكي؟ لي في كيب لي في. مين بيبكي؟ البنات. انه هو البنت بتبكي، صبي ما بيبكي. نسينا انه المسيح بكي. في قصه تانية بحب كثير احكيها، ما فيني اقول لكم قديش حطت لي بقلبي فرح. ولد عم بيتفرج على ويندو شوبينج، محل ببيعوا صرام، صار يتفرج على السرمية وهيك يتطلع بإجري حافة. قالت له المرة على شو عم تتفرج؟ قال لها عم بتفرج بس طلبت من الله يبعث لي pair of shoes سرمية. المرة دغري طلبت من بياع محل جاب مي منشفة وحطتهم برا، قعدته على كرسي، غسلت له اجريه، بسته، جابت له كلسيه، جابت له صباط، جابت له شنطه، وحطت له غراض، وقالت له ان شاء الله اكون عملت لك خدمه. قال لها بس بدي اسالك، ايه اعطيتيني هديه، بس انت مرته لالله؟ حلو كثير هالتعبير، ما بعرف كيف كنتوا بدكم تلاقوه، بس انا لقيته جميل. Are you the wife of God? نعم، مرته لله، مرته للمسيح، أمه للمسيح، أخته ليسوع. اتركوا يا عبي، ما بقى عنا لا تعبير ولا اعتبار، لأنه ما بقى عم نعبر من قلبنا، منحط دغري هون. الحرية اللي شفتها بالغرب ما شفت عند العرب إلا بالأفراد وبالوشوش. برا بالصوت لو بدهم يكلوها، بس في تحريم وفي تحليل بكل العالم. الحرية الحقيقية بقلبنا، وهيدا جمالها، هيدا جمالها، إنه قد ما أقول لك بحبك ما فيني أقول له بحبك إلا بقلبي وبأعمالي. نسمع لأولادنا وبعثوا لي قصصهم، تركوهم يحكوا ويعبروا، ونحط صورهم على البراد. قال الله لو عنده براد بعت لي واحد، كان بيحط صورتك يا تيتا على براد، والله عنده براد وحاطط صورتي. تركوا الله يكون بقلوب البشر ويمشي مع البشر، تكون فكرة حب. ما نخاف من كل التعابير، طالما ربي قبلني مثل ما أنا، مينك أنت؟ هل وكلك الله بذريته؟ آدم ما وكلني بذريته، تركني أعبد الشمس وأعبد الحجر وأعبد ما. كلمة لا إله إلا الله موجودة فيها كل شيء. كلنا غلطانين، كلنا منفهم إذا بنرجع لهالعلم يلي بقلبنا. رح فرجيكم كتاب حلو كتير، بتقول بيحكي عنه ليو بوسكاليا، بيقول يا ريت فينا نحط هالكتاب بجملة وحدة. هالجملة ما هي إلا إن شاء الله بنزلها بالشبكة عندي بالموقع بالـ www.maryamnoor.
بيقول ما ممكن يكون في حياة إذا ما في نور. رح أقراها. إذا في نور, if there is light in the soul, إذا في نور بالروح بيكون في جمال بالإنسان, إذا في جمال بالإنسان بيكون في تناغم بالبيت, إذا في تناغم بالبيت بيكون في نظام بالأمة, nation. If there is order, إذا في نظام بالأمة في سلام بالعالم. حلو كتير هالنظام. ليش ما منقدر؟ طالما في نور بروحي, كلنا من روح الله والله نور السماوات والأرض, فإذا في جمال بالإنسان, الله جميل ما بيخلق إلا الجمال, فإذا في تناغم من كل شيء ذكر وأنثى بكل بيت وبكل شيء وهالرأسة, فإذا إذا في تناغم بالبيت في نظام بالأمة. يا أمة الإسلام, يا أمة الوسط, يا أمة العالم, في نظام. إذا في نظام بهالأمة بيكون في سلام بالعالم. وقت منكون صادقين منقول السلام عليك, هالكلمة جميلة بلغات كتيرة, سلام, شالوم, سلامة, في كتير لغات اجت نفس الكلمة, ولكن مين عم بيعيشها؟ مش لازم بس نقول, لازم نفعل اللي عم نقوله. طبعا وحده صعب, بس الانسان منه وحده. حتى وقت اللي كان بالغار ابو بكر مع الرسول, خاف ابو بكر, احنا اثنين, قال له نحن مش اثنين. واجت اضعف المخلوقات العنكبوت وخيمت على اقوى المخلوقات, ما نخاف. المسيح وقت اللي بعت تلاميذه اثنين اثنين حتى بس يخاف بولس بطرس يسنده, بس تخاف مريم مرتا تسندها. نحن صرنا عايشين وحدنا وبوحدة, في كتير وحدهم, alone but not lonely. بحبها كتير هالكلمة. دايما وقت منكون مع الجماعة, أنا بكون مع جماعة كتار عم بيحكوا هشك بشك, بيبقى جسمي موجود, أنا مني موجود, ببتسم وبتطلع وبقول ما بعرف حاجة. أوقات كتير أوقات بنسحب, برجع بقول لازم أتعلم أقعد مع هالجماعة وحس أني أنا بالأرض بس مني من الأرض. كلنا هيك, بس أنا ضعيفة ما بقدر, أنتوا أقوى فيكم تقعدوا. أنا بفتح الباب وبفل, رايحة على كتاب عبيتي بفل. لهالسبب زياراتي كتير نادرين وكتير قليل. قبل ما أروح بدي أسأل ليش وشو فيه, عن شو بيحكوا منني هالناس, ما بدي ضيع وقت. انتوا اقوى فيكم, انا ما بقدر. هشك بشك ما بتقلي شي بقى بهالايام ابدا, من 30 سنه. كتير مهمه هالرساله اللي بعتوها, ولكن كلنا عايشين. اجوا ثلاثه رجال يعملوا زياره على باب بيت, فتحت المراه قالوا لجوزك هون؟ قالت لهم لا بس فيكم تفوتوا. قال لا بس يجي جوزك قولي لنا, نحن ثلاثة هون قاعدين تحت الشجرة ما فيكم فوتوا تاكلوا, مننطر جوزي. اجا جوزة قالت له في ثلاثة اجوا دقوا الباب وقالوا ما بيقدروا يفوتوا إلا ما أنت تكون. قال له شو اسمهم؟ قالت له قالوا لي بس نسيت, بفتكر وحدة اسمها الغنى, وحدة النجاح, واحد اسمه الحب. قال مين منطلوب؟ هن ثلاثة بالبيت. قالوا المال خلي يجي, نعزم المال, لأنه هن قالوا له بده يجي واحد منا بياخد أكل للباقيين. قال فإذا المال, قالت المرة المال تعطى نطلب النجاح, الناجح بيطلع مصاري. بنتهم قالت تعطى نطلب الحب, ولأنهم بحبوا بنته قالوا لا نطلب الحب. وراحت البنت تعيط قالت له مستر لاف انت تعا. قام الحب تيمشي لحقوتني. قالوا كيف انت لحقتهم؟ قال لا ليك في سر بالدنيا, لو طلبت النجاح كان اجا وحده, والنجاح بيجيب مال وبيجيب تعاسة, لو طلبت المال بيجيب سلطة وبيجيب تعاسة, بس اذا طلبت الحب كلهم بيلحقوا الحب, مشان هيك عرفتي تطلبي ولحقينك. نحن لازم نعرف نطلب,
إذا منعرف نطلب منحصل على الحقيقة. ولكن مين منا قادر يطلب الحب طالما نحن موجوعين وجوعانين وعريانين وخايفين وقاعدين بالملجأ؟ ما تفكروا بلبنان ما في حرب، يا محلى أيام الحرب. كتير بسمع هيك يقولوا كان في أكل، كان في ناس تروح وتجي، كنا نعرف هون في قنبلة ما نروح بس نروح على ملجأ. اليوم ما بنعرف منين بتطلع القنبلة، هي من الضريبة، هي من الضربات، هي من السياحة، هي من هالبرامج. ولكن لما بتصير في صعوبة هالقد، الإنسان ساعتها بيقعد وبيفكر وما بيتكل إلا عليه. نحن اليوم العالم كله عم بعيش صراع السلام، كل واحد منا ما عنا غير خيار. The only choice, love is the only way. نطلب السلام كلنا ونقول السلام عليكم من قلبنا، وعليكم السلام. نحن وفايتين مع السلامة ونحن وطالعين مع السلامة. فإذا كل واحد منا يفكر هالكلمة كيف بدي عيشها، كل واحد نعيشها بقلبنا. شو معنات سلام؟ يعني على تمي بحط السلام وبقلبي بدي جايبتها؟ لا، رح أحصل على جايبتك إذا حصلت على السلام اللي بقلبك. أنت بدك إنسان آدمي يخدمك. أنا عم فتش على ناس أوادم، المال موجود يا أخوتي، جيبولي إنسان. كتير أوقات بحتار بثروة بتجي على إيدينا ومنقول لمين بدنا نقدمها. صدقوني أوقات ما منلاقي، منقول ميتشو وات إماس، ما منلاقي إلا بجماعتنا. أوقات منجرب بيقول ليه وحدا ما يكون معنا بالمكروبيوتكس، طلعوا لبرا على الشوارع وفتشوا واحد واعطوها المليون، ما منلاقي. أولون أنا بقول له دخيلك جربت ببلد، جربت ما بقى بدي. انقهرت وتعذبت وشفت إنه لازم يكون الإنسان آدمي وأمين، ساعتها هو بيهرب من المال بس بيعمل فيها مشروع. لازم أموالنا نعطيهم ننفقهم مش للمنافقين. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون إلى الله. مين عنده مشروع لله؟ مين صادق بمشاريعه لله؟ ما بدنا بالكلام، طوف وشوف، تعا شوف شو عم نعمل ببيت السلام، بسلام سلطه. والحكم انت، عيش معنا بدون ما تقلنا انك جايه تتعرف. فوت على بيوتنا، شوف اعمالنا، شوف غلطاتنا، شوف كيف بدنا نتعاون ونتصلح. ما تحكي مال، لان اذا بتحكي انه معك دغري بدنا ننط على جيبتك. ما حدا يفرجي حدا شو عنده. اتركوا كل شيء بالصمت، فتشوا على الاوادم موجودين، فتشوا على الناس اللي عندها احلام بدها تبني الامم وموجودين. وبيجينا امر الهي، انا تعرفت على نساء امر الهي وقت اللي ساعدوني، ما ساعدوا مريم نور، اجي هون امر واضح تيساعدوا، وهيك ساعدوا. ما تفكروا في اغنياء كرما مثل ما الله بيقول، لا، بأمر من الله بيكون، بغير أمر بيعطيك شوي، تاني مرة بيزلك، تالت مرة وانت مش حاد لبانش حاد. كلنا عنا إيدين وإجرين وعينين ومنشتغل، شو هالزل؟ بس إذا كان عندك عمل بيرفع الإنسان وبيرفعك وبيرفعنا، الله بيسخر حدا بدون ما تعرف منه بيجي على نص البيت وبيقول شو فينا نساعدك، عم نساعد نفسنا. لهالسبب أنا تعلمت مع الأم تريزا ما نطلب أبدا. حاولت كم مرة، شفت فيها الزل حتى من الكرامة، بينزل الإنسان اللي عنده كرامة نفسه دجنتي وعم بيعمل عمل مهم. لأن إحنا بعالمنا العربي ما عنا الضريبة مثل بأمريكا. بأمريكا فيك تدفع ضريبتك لمريم نور بتقدم وصل مريم، هون لا. يا ريت بيصير ساعتها اللي عم بيعطي بيعطي بكرم، واللي عم بياخد بياخد بفخر، ما بيعود في زل. مع انه في كل الديانات ايد اليمين ما لازم تعرف شو عم تعطي لايد الشمال، بس اليوم شفنا على الطرقات بيحطوا صور اولادنا الايتام ومنشحد عليهم، شو هالزل.
قبل ما ننهي بدي أخبركم هالقصة. في بنت بالميتم، تعرفوا الأيتام أورفنج هاوسز كتار موجودين بأمريكا، بس ما تفكروا الأيتام يلي فيها رهبات والأيتام يلي فيها سيفل بيبول مثلنا، مش هن المناح إلا إذا كانت الرهبة عندها رهبة من الله أو السيفل، إذا عندنا قلب بحب مش بس بالشكل. بأمريكا وبلبنان وين ما كان ما تتأثروا بالمنظر، بتشوفوا واحد حافي بيشبه المسيح. أنا ما بياخد مصاري يا أختي، بس أعطيهم للي حد يلي حد عملوا جايبة، إنه أنت ما بتاخد كون آدم وخد المصريات والبس مثل كل الناس، بتحترمك الناس لأنك لابس مثل المسيح. لازم عملك يكون مثل المسيح، وإن شاء الله بتكون راكب رويز رويز وعندك طيارة. الأعمال مش بالشكل مش بالأشكال. في كتير بأمريكا ما بعرفهم، صرنا بس نشوفهم هيك مثل الشحادين على الطريق نقول لهم كلمات، صرنا نعرفهم متسولين وكذابين. وبيجي لعنا ناس بسيارة مرتبة وفخمة ويا حبيبي بيقول لي عم نعمل هيك مشاريع، كلنا بنساعد معه لأنه كمان عم بيدفع. ضروري نكون مشرشحين ومبهدلين وملبعين تنكون أوادي؟ لا، مش بالشكل. بهالميتم أنا بشتغل فيه بيعطوا أولاد أيتام بس بيعلمون شو يحكوا. ما فيني قلكم البنت شو بتقول أو الصبي يلي بيتبنوه. مثلا في وحدة منهم عم بتقول للتانية، قالت له أنت you are an adoptive child، أنت ولد بالتبني، أنا أمي خلفتني. ما ردت البنت يلي بالتبني، طلعت وقالت لي I have nothing to say، ما عندي شي أقول. أنا عندي، أنا بدك تضربها ولا ما بيسوى تحكي هيك. بس في بنت تانية جاوبت أفضل مني، قالت لهي البنت، قالت لها الفرق إنه أمك حملتك ببطنها بس هي أمها حملت فيها بقلبها. مش يلي بتلبي يلي بتربي. اختارتها بين كل الأطفال وحملتها بقلبها سنين، وراحت على هالميتم وطلعت وقالت إليزابيث، سمتها وحملتها هي وجوزها، قالوا صار عنا طفلة من الله. اشتغلت مع إليزابيث كبل الراس يلي حاولوا يقتلوها ويحرقوا لبيتها لأنها صارت تعطينا أطفال عندهم إيدز، كتار منهم يصحوا. وأكتر شي تعجبت لما الرجال ومرته إدوارد ونانسي عايشين بخيمة وعندهم 4 أولاد وواحد معاق وتبنوا ولد. قلت له إدوارد this is not fair إنك أنت فقير وهيك ترجع تاخد. قال لي in my heart it's fair، استحيت. قال لي بقلبي حقيقة لازم أتبنى لأنه هالتبني بيساعدني أنا وبيساعد أولادي. الولد عند إدوارد ما مات، ما فيني قلكن ولاده شو حبوا. والولد اللي معاق عنده معاق إيديه وإجريه مشلولين، بعينيه يهز حتى نحط الطفل اللي عنده جوني سي اللي عنده إيدز، حتى اللي بحط ما يقدر يحرك إيديه وإجريه بس يوسع هيك تيقول لي حطيه بحض. كتير شفت في حنية بتجي من الحقيقة كيف منعبر بكلمات. كتير بحب الأولاد، بحبهم لما بيروحوا على بيوت. إن شاء الله يكون عنا بيت، أنا ما بتمنى يكون عنا بيت الحق، ولكن إن شاء الله يكون عنا هالبيت للناس اللي ما عرفنا نعيش نعرف نموت، واللي ما عنده مطرح يموت. كتار عم شوفهم بالأمة العربية مثلي مرفوضين، إن كان من هالدين أو من هالدين أو من هالطائفة أو من هالطائفة أو من الأولاد أو من العيال أو من الإخوة، ما بقى ننتمي إلى أي قبيلة، ننتمي إلى الأكوان والمكون. يكون عنا بيت نعيش فيه جماعة. من هون طلعت الجماعة من أمة الوسط، وما في جماعة، جماعات بالشرق وبالغرب، ولكن
ببيوت الجماعة. خبرتكن من أجمل البيوت تبع ليو بسكاليا يلي ولاد 414 عندهم برين تيومرز، تبقى أشكالهم مشوهة. بعدين فكروا إنه نجيب معهم ختيارية، الختيار بس يلعب مع الطفل قبل ما يموت، يحس في أطفال معه، بيرجع بفيق على جروحاته وعلى أولاده وعلى الأحفاد. ما فيني قلكن شو في مقاسي بعالم العلم وعالم المادة، من هالمقاسي عملنا بيوت للرحمة. بقى الأولاد ما في مريات، بتعرفوا بيتشوهوا كتير، ما بيشوفوا وجهن، كل واحد بيشوف وجه التاني. بس يجوا الختيارية، الأولاد بيروحوا لعند الختيارية وبصيروا حكوهم إنه أنتوا خايفين بحس بدكن تموتوا. بيقول له أنا إلي 12 سنة بس هون ضيف، أنا كنت هونيك، بيحكوا بالعوالم التاني. وهيدي حقيقة، هذا علم. وقت اللي بتسألوني صحيح في حياة بعد الموت، ما لازم تسألوا هالأسئلة، لأنه أنا بعتبر إنه العرب عندهم هالعلم موجود. بس في كتب روبرت مونرو هو أكتر شيء اشتهر بهالعلم، وهلأ كتار يلي صاروا عندهم Life After Life أو Life After Death أو Who Dies. إليزابيث كوبلر روس، حطوا عنوانها وفوتوا عن هالكتب. في تمارين بتعملوها أكيد، إذا في عندك أب سبقك ولا أم أو زوج أو أخ أو طفلة. أنا بفضل، هذا رأيي الخاص، يلي سبقونا اتركوه، ما تكشفوا النايم، اتركوهن عند الله، هو أرحم منا عليهم. ما نلتهي بأعمال ما منعرفها، ادعوا، صلوا، زكوا، روحوا على الكنيسة، شوفوا فقير، بتعرفوا شو تعمل. بس ولكن إذا كنتوا مصرين، هيدا أنتوا عندكم حرية الاختيار في علم. أنا دخلت بهالعلم لحظة وطلع، ما بدي شوف لحظة من المحيط، بتعرفوا كل المحيط، أنا بدي أعيش هاللحظة بس. الماضي مضى، المستقبل مجهول، ما بنملك إلا هاللحظة. خلينا نعيشها بأمان وبسلام، خلينا نعيش هاللحظة كأنه ما حدا شايفنا، نغني كأنه ما حدا عم يسمعنا، ارقص ما حدا شايفنا، اكتب ما حدا بده يقرأ. انتو بتعرفوا الأطفال عندهم هالحرية، نتعلم منهم. لهالسبب بالهوسبيسز الولد بيروح دغري لعند الجراني بيقول لها جراما، تيتا بصير يقول لي لقلي جراما، شي سكيرت، خايفة. بيقول له ليه خايفة؟ بيقول لي حسة كبيرة، شي هاز تو ماتش، عندها كتير. بيقعد حدا بغنجها بلعبها وراق، وهي بتصير تنطر أي طفل سابقها قبل، بس يفوت شي طفل بالكومة بتحطه بحضنا. لما بتحط الطفل بحضنا وبتنطره بفوت بغيبوبة، أوقات كتير الست بتفوت معه واتنينهم بينتقلوا. منودع بعضنا البعض ومنقول السلام عليكم وعليكم السلام، ونلتقى كل يوم بسلام وسلم وبكل لحظة. بشكركم، مع السلامة.